آدم عندهم مشكلة انتشرت جدا 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 في الآونة الأخيرة، انتشر جدا أطفال التوحد. المشكلة دي ليها أسباب كتير، وللأسف الشديد علاجها بياخد وقت طويل جدا. قد إيه أمهات تعبت وقد إيه آباء تعبوا في حل هذه المشكلة. ومن المركز العربي الأمريكي للتكامل الحسي، ابنك اللي عنده توحد، اللي تعبان وتعبك وبتتألمي عشانه، هيتعالج من التوحد. وتخيلي في قد ايه؟ بس في 5 ايام. تابعونا. النهارده العمليه تفاقمت جدا، بقى كل طفل من كل 68 طفل بيتولد عنده توحد. رايي الشخصي كمتخصص في اضطرابات السلوك والاعصاب الاطفال، ان جهاز نواه بدايه لنقله نوعيه، وهو استخدام الانترفنشن الكمبيوترايزد انترفنشن. احنا لغايه الان في مصر او في دول الخليج او دول او في شمال افريقيا حتى ما تدخلناش كمبيوترايزد. والنهارده من المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي بنتعرف على اسباب التوحد واعراض التوحد من الدكتوره مي. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم معانا في المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي، نورتونا. مرسي جدا يا دكتور. طبعا مشكله التوحد يا دكتور انتشرت جدا، فعايزين نعرفها للجمهور ونعرف ايه هي اعراضها. هي ظاهره انتشرت جدا، بس احنا حابين نعرف ايه هو التوحد في الاول عشان كل الناس تبقى عارفاه. التوحد هو اضطراب عصبي نمائي بيصيب الاطفال، الطفل بيتولد بيه، مش بيبقى مكتسب زي ما في ناس كتير بتقول ان هو كان طبيعي وبعد كده بقى اوتيزم. لا، دي معلومه خاطئه، هو بيتولد بيه. بعد كده الدرجه بتزيد او بتقل حسب رعايه الاسره للطفل دوت. التوحد بيأثر معانا في 3 مجالات رئيسيه: المهارات الاجتماعيه والتواصل والتخيل. ما بقاش عنده ان هو يقدر يتخيل اللعب او يلعب اللعب التخيلي زي الاطفال. مشكلات حسيه كبيره جدا وكتيره جدا بنقدر نعرف فيها الطفل من السنوات الاولى، لكن التقييم الفعلي بيبدا من هو عنده 3 سنين. احنا بنلاحظ حركاته وهو بيبي، نقدر نقول هو اوتيزم ولا لا، لكن عشان اعمل له تقييم مقنن فعلا لازم يبقى عنده ممكن 3 سنين على الاقل، عشان اقدر اسال الام على التفاعل بتاعه والتواصل مع الناس. تمام يا دكتور. برضو انتشر في الآونة الأخيرة موضوع فرط الحركة والتشتت عند بعض الأطفال، عايزين نعرف أعراضها من حضرتك، وكمان عايزين نعرف طرق علاجها. في أعراض بتبين الطفل اللي قدامك دوت عنده فرط حركة ولا لا. بتلاقيه مش بيقعد على الكرسي طبيعي كده، لازم بيقعد يفرك، بيعمل حركات دوديه طول ما هو قاعد، او ما بيقعدش اصلا. ممكن لو قاعد ياكل معانا في مكان مش هتلاقيه قاعد، او مامته بتلف وراه بالاكل طول ما هي ماشيه في البيت. بتلاقيه بيتكلم كتير قوي، مش مركز في التفاصيل لان هو بيتحرك، بيتنطط من هنا لهنا. بتلاقيه في الكلاس حتى بتاعه مش قاعد، بيروح ويجي. طيب فرط الحركه دوت بيؤدي عندنا مشكله صعبة جدا بعد كده لو ما تلحقش، لو ما عملناش تدخل مبكر في النقطة دي هيحصل عندنا صعوبات تعلم. ليه؟ لأنه في الكلاس أصلا مش هيبقى قاعد، مش هيبقى مركز في التفاصيل، وبينسى كتير وبيتكلم كتير، فكل ده يعمل له تشتت للمادة العلمية اللي بتتشرح له. فلازم في التدخل مبكر. عشان كده احنا لجأنا البرنامج The Safe Program على Clarity Chair. مشاهدينا الأعزاء، لو عايزة تعرفي ايه هو Clarity Chair ابقوا معنا. داخل المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي بنلتقي مع مدير المركز مستر احمد نهاد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، منورينا. عايزين نعرف من حضرتك يا مستر احمد، فكره المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي جات لكم ازاي وازاي انشاتوه؟ هو الفكره كلها ان هو زمان كان في طفل مقابل 10,000 طفل توحد في العالم. العدد دلوقتي وصل مؤخرا ان هو طفل لكل 59 طفل بيتولد بقى عنده توحد. فالموضوع كمان بقى كبير وبقى منتشر قوي في الشرق الاوسط. فكانت هي دي الفكره، اللي احنا ندور على ايه العلاج او ايه احسن اسلوب اللي احنا ممكن ناهل بيه طفل التوحد ان هو يدخل في المجتمع ويبقى فرد عامل ويبقى يساعد المجتمع اللي هو عايش فيه من غير ما يتحسن، من غير ما يعني حد يحس ان هو ضعيف او عنده مشكله او عنده احتياج لاي مساعده. يعني ان احنا بس مجرد ان احنا ندخله جوه المجتمع يبقى فرد كويس. هي فعلا فكره نبيله جدا ومجهود رائع في المركز عند حضراتكم. يا ترى بقى كان الحل عندكم ايه؟ هو الحل والله ان هي دكتور بلوك، هي طبعا امريكيه الجنسيه، هي دكتوره اخذت الفكره بتاعت دكتور جون ايرس سنه 72، اللي هي فكره التكامل الحسي اللي هي موجوده اوريدي
في مصر وموجودة في كذا دولة، اللي هي غرف التكامل الحسي. غرف التكامل الحسي الفكرة بتاعتها ان هي باخد حاسة بشتغل عليها علشان احسن من طفل التوحد او فرط الحركة. هي الفكرة كلها ان هي اخدت الفكرة دي وعملت تكنولوجيا جديدة، خلت الموضوع يبقى كمبيوترايزد شوية. اخترعت جهاز، الجهاز هو اللي هو كلاريتي تشير، هو عبارة عن كرسي بتستخدم فيه الخمس حواس في وقت واحد. لا بقى ثانية، كل إنسان أو كل أب أو أم عندهم مشكلة التوحد، جبنا لكم حل سحري. اسمعوا الدكتور كويس جدا في النقطة دي. حضرتك بقى هتعرفنا وتعرف الجمهور إيه هو الكلاريتي تشير. تمام، الكلاريتي تشير هو عبارة عن كرسي أو جهاز اختراع أمريكي 100%، بيشتغل على الخمس حواس في وقت واحد، بيقدر يعمل أحسن استفادة أو بيعرف يطلع أكتر خارج للمخ. هي إيه الفكرة؟ إيه يعني إيه الميزة اللي عندنا؟ الميزة اللي عندنا إن هو أنا الطفل مثلاً اللي عنده توحد أو عنده فرط حركة، لما بروح أشتغل معاه غرف التكامل الحسي التقليدية اللي هي اللي موجودة في مصر، بيتعلم حاسة. ففي حاجة، في فرق ما بين العمر العقلي والعمر الزمني للطفل، يعني عشان الموضوع بياخد وقت، فهو بياخد 3-4 سنين مثلا عشان ممكن يطلع نتيجة كويسة أو يطلع النتيجة اللي الأهل عايزينها. الفكرة عندنا اللي احنا هو الموضوع كله عبارة عن 10 جلسات في 5 أيام، مش أكتر من كده. والمشكلة تتحل؟ المشكلة هو برضه عشان متفقين هو مفيش علاج كامل للتوحد، عشان ما ينفعش نقول حاجة غير كده. احنا بنأهل الطفل وبنشغل مخه، بنشغل المخ بتاع الطفل بحيث ان هو يقدر يتعلم. يعني هي الفكرة كلها ان انا في غرفة التكامل الحسي انا العقل بتاع الطفل نفسه المريض او اللي محتاج تأهيل، العقل نفسه مش شغال او مش شغال او ضعيف، يعني بيشغال بكفاءة قليلة. هي الفكرة كلها ان انا بقدر بالتكنولوجيا الأمريكية الجديدة اللي عندنا بقدر أشغل المخ بتاعة الطفل دي، بقدر أطلع منه أكبر خرج. فبعد كده لما أعلمه أي حاجة يبقى هو مخه أوريدي قابل إن هو يتعلم. عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الفئات المستهدفة للعلاج بالكلاريتي تشير. أول حاجة التوحد، تاني حاجة فرط الحركة، تشتت الانتباه، الإصابة الدماغية، وآخر حاجة الزهايمر. بيعالج الزهايمر؟ يعني ده ينفع لكبار السن؟ ينفع طبعا لكبار السن، هو ملوش سن ممكن حد يعني يقعد على الجهاز، لا الجهاز اي حد ممكن يستخدمه وبيفيد في حاجات كتير جدا. على فكره انا شخصيا قعدت عليه، انا كان عندي صداع وكنت حاسه ان في افكار كتيره جدا في عقلي. انتوا عارفين بقى الشغل والحاجات دي، انا قبل ما اعمل لكم الحلقه دلوقتي دخلت لازم اجرب. حاسه ان عقلي فعلا اتصفى، بقى فيري كلير، في كده زي ما يكون كان عندك كراكيب ورتبتها، عقلي دلوقتي بقى مرتب. ففعلا الجهاز ينفع لاي حد يا دكتور؟ ينفع لاي حد. وعايز اقول لحضرتك حاجه كمان، احنا عشان نجيب الجهاز ده هنا في مصر، الجهاز ده موجود من 2008 في امريكا، اتجرب اكتر من 8000 حاله، وفعلا كل الحالات اللي استخدم يعني اللي جرب عليها الجهاز كلها، او مش جرب عليها الجهاز، اللي استخدمت الجهاز في العلاج كلها اتحسنوا. طبعا النسبه يعني بتفرق من طفل لطفل، طبعا كل واحد عنده قدرات، الاستجابه بتختلف من طفل لطفل. في طفل النتيجه بتبان معاه من اول يوم، وفي عندنا حالات حصل فعلا من اول يوم بتحس بتغير، ولحد 6 شهور النتيجة بتزيد. اللي انا بعمله فعلا في 4 سنين، احنا عندنا ممكن 3 شهور حضرتك تحسي ان طفلك اختلف تماما في الموضوع ده. عايزين حضرتك بقى تعرف الامهات وتعرف الاباء ايه هي مميزات الكلاريتي تشير. الكلاريتي تشير اول حاجة هو امن 100%. اهم حاجة كالدكتور بلوك تشتغل عليها اللي هي مفيش اي استخدام للادوية. في مشكلة بتواجه كل الاهالي او الاخصائيين اللي بيشتغلوا مع اطفال فرط الحركة، ان هو الطفل انا عايز اعلم الطفل ده، الطفل ده طبعا عنده فرط حركه ما بيقعدش اصلا، الطفل ما بيركز، انا ازاي هقعده علشان اديله تكامل حسي او ازاي اعلمه؟ دي مشكله كبيره. احنا هنا مش مطلوب منه اي حاجه، الطفل ولا محتاجه يركز ولا محتاج يعمل اي حاجه، جاست ان هو بيقعد على الكرسي، هو في حزامين يبقوا مربوط بيهم، وموضوع مش تكتيف ليه خالص، موضوع مريح بالنسبه له جدا، بيشوف صورة معينة بترددات معينة، بيسمع فريكونسي معينة في ودنه بموسيقى معينة. الموضوع ده هو مش عايزين حاجة أكتر من كده، هو مجرد إن هو هيقعد على الكرسي، هو كرسي هيقوم بالباقي كله. يعني البروجرام كله بتاعنا عبارة عن 10 جلسات 5 أيام، الفصل بين الجلسة والجلسة 3.5 ساعات، وحضرتك النتيجة بتبان، النتيجة بتبدأ تبان ممكن من أول جلسة. طبعا احنا مبسوطين جدا لان فعلا اطفال التوحد كانوا بياخدوا ادويه كتيره جدا، وللاسف الشديد الادويه احيانا بتضر اكتر ما بتنفع. كل ام وكل اب
تعالوا جربوه، صدقوني هتفرحوا جدا. والموضوع انساني قبل ما يكون اي حاجه، انساني ان نديلك الامل، انساني انك تفرح بابنك، انساني انك تحس برد فعل من ابنك او بنتك اللي كنتي خلاص فقدتي الامل فيهم. معانا ومعاكم دكتور شروق، دكتوره صيدلانيه بالمركز العربي الامريكي للتكامل الحسي. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. في البدايه دكتور، هل في علاج للتوحد؟ ما فيش علاج للتوحد، حتى الأدوية اللي نازلة في الماركت مش بتعالج التوحد، لأن هو مش مرض، هو اضطراب، فلذلك هو قابل للتحسن بس مش للعلاج. طيب كلنا عارفين إن أي دواء بيبقى ليه للأسف الشديد سايد إفكتس أو أعراض جانبية، إيه هي بقى يا ترى الأعراض الجانبية الخاصة بأدوية التوحد؟ بتزود الوزن جدا بشكل مبالغ فيه، بتغير في الهرمونز بتاعت الجسم سواء للبنات أو للأولاد، بتعمل قلق شديد وتوتر، بتغير في الكيمياء بتاعت الجسم بشكل يعني جنرال. طيب يا دكتور، هل في أدوية أخرى بيستخدمها الدكاترة؟ هنا في مصر في كذا كلاس من الأدوية الدكاترة بيحبوا يكتبوه، زي الأنتي ديبريسنت اللي هو مضادات الاكتئاب، ودي طبعا الـ FDA كانت منزلة بلاك بوكس وارنينج في 2004 إن هو بيزود البيهيفير والتفكير الانتحاري السوسايدل، يعني مع إنه دواء اكتئاب بس هو يعني بيشتغل العكس كده تماما. وفي أدوية برضو اللي هي الصرع، لأنه 3/4 الأطفال اللي عندهم توحد بيبقى عندهم صرع كهرباء زيادة، ولذلك بيكتبوا لهم برضو أدوية أنتي كونفالسنت بتاعت الصرع. وفي أطفال تانية اللي بيبقى عندهم قلة التركيز والتشتت الانتباه بيكتبوا لهم حاجات منشطات، وطبعا دي بتعمل مشاكل كتيرة زي الهلوسة والهزيان. طبعا بعد اللي سمعته ده، يعني لو في أدوية بتعالج فهي بتضر أكتر ما بتعالج. مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا معكم من داخل المركز العربي الأمريكي للتكامل الحسي، ومعانا ومعاكم دكتور هدير، دكتورة صيدلانية. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الأدوية المستخدمة لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويا ترى هل الأدوية دي بتكون آمنة؟ والله هو في أدوية كتير موجودة في السوق بتستخدم لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه، مثلا في دواء اسمه ستراتيرا، اتوموكزيتين، ريتالين، في امفيتامين، في مواد فعاله كتير جدا بتستخدم، بس هي معظمها يعني بتكون حاجات مهدئه، ما يعني مش بنفضل خالص ان احنا نستخدمها مع الاطفال. دكتوره ماري ام بلوك اصلا المطوره الجهاز والمخترعه الجهاز اتكلمت كتير جدا، عملت كتب كتير عن الادويه دي وازاي ان احنا المفروض ما نستخدمهاش واضرارها الجانبيه الخطيره جدا. فكرة آمنة ولا لأ، هي أصلاً من تحت الست سنين مش معمول عليها أبحاث كافية بتؤكد إن هي أمان، بتؤكد إن إحنا ممكن نديها. وبالرغم من كده في أطباء بيكتبوها لتحت الست سنين، 5 سنين وأربع سنين، بنشوف أطفال كتير بيقولنا بيستخدموا أدوية زي دي. طبعاً حاجة سيئة جداً، لأن إحنا مش متأكدين أبداً من أمان، من درجة الأمان، من السيفتي إندكس بتاع الأدوية دي، عشان كده إحنا ما بنفضلش خالص استخدامها. وعشان أعراضها الجانبية إحنا بنعمل تهدئة خالص للطفل، مش بس أنا مش بسكت الأعراض، لكن أنا مش بعالج المشكلة اللي عنده، أنا بخلي الطفل يفضل ساكت، يفضل قاعد، ما بيتكلمش، ما بيتحركش، فأنا كده ما عالجتش المشكلة يعني. يا ترى إيه الآثار الجانبية للأدوية المستخدمة في العلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ والله هقول لك في اعراض جانبيه كتيره جدا، في منها حاجات فعلا خطيره قوي بنقلق منها، مثلا ان هي بتاثر جدا على الهرمونات، منها هرمونات النمو، فالطفل حتى النمو الطبيعي بتاعه بالادويه المهدئه دي وبالادويه اللي بتوقف حركته دي احنا بنبطل حتى التطور الطبيعي الفطري بتاع الطفل. حاجات تانية بنعمل مشاكل كبيرة، اضطراب في النوم، مشاكل في الشهية، ما بياكلش كويس، ما بيحبش الأكل، طبعا كل دي أثار جانبية سيئة جدا بنتعامل معاها وبنواجهها كل يوم مع الحالات اللي بتجيلنا، يعني مفيش exceptions فيها. طبعا انتوا هنا في المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي بتتميزوا ان انتوا بتعملوا الجلسات على الكلاريتي تشير، وطبعا ده حاجه ناتشورال ما فيهاش ادويه. فهل الام لو دلوقتي بتتفرج علينا قررت ان هي تجيب ابنها او بنتها وكانت بتديهم بالفعل ادويه، هل المفروض ان هي توقف الادويه دي قبل ما تجيلنا هنا؟
مبدئيا هي الام الاول بتبدا تتواصل معنا، طبعا بنبدا نسالها ايه الادويه اللي الطفل بياخدها، ايه الادويه اللي موصوفه له، الاطباء كتبوا له ايه، طبعا الحاجات دي كلها بنسالها عليها تفصيليا. المكملات والفيتامينز وكده ما بيبقاش في اي مشكله خالص منها، طبعا طالما بنراجع برضو عليها بنتاكد ان تمام within الرينج اللي احنا بنقبله بيبقى امان وكل حاجه. بالنسبه للادويه النفسيه، الادويه العصبيه، المهدئات، الحاجات دي كلها طبعا الام ما تقدرش توقفه لوحدها، احنا بنتكلم مع الام، يا اما بترجع للطبيب المعالج وتدريجيا بتوقف الادويه دي يعني، يا اما بتجيلنا هنا واحنا بنشوف ايه الكورس نتعامل معاها طبقا للبروتوكول، بنقلل الجرعات تدريجيا لحد ما بنوقف الدواء لما يبدا يدخل على الجهاز، لكن غير كده طبعا من نفسها ما ينفعش نتوقفه ابدا. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور هدير. مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم في المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي، ابقوا معنا داخل المركز العربي الامريكي للتكامل الحسي. معنا ومعاكم دكتور اميره، هتكلمنا عن البروتوكول المتبع لاستخدام الكلاريتي تشير. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. في بروتوكول احنا المفروض بنبقى ماشيين عليه في السيف بروجرام للحالات اللي بتيجي عندنا. في بعض التحاليل بنقوم بيها الاول، بنطلبها من الحاله بعد ما بيتم الاتصال بينا، بنعمل بعض التقييمات اللي موجوده، بنعمل الاول التحاليل، بنعمل تحليل سي بي سي، تحليل تي اس اتش عشان نتاكد من الغده عنده. بعد كده بنعمل لهم تقييمات، بنعمل جيليام، بنعمل كارز، بنعمل جونرز عشان نتاكد اذا كان هو في فئه الاي دي اتش دي او هو توحد، لازم نحدد الفئه المستهدفه بالنسبه لنا ايه. بعد كده في بروتوكول بنشوف الادويه اللي بياخدها، طبعا الدكاتره الموجودين بيراجعوا الموضوع دوت اذا كان في ادويه نفسيه او عصبيه، في حاجات بيتم توقيفها تدريجيا لو بياخد ادويه نفسيه وعصبيه. بعد كده بيتم التعامل مع الحالة على الكلاريتي تشير. الفئات المستهدفة بالنسبة لنا هي التوحد، الـ ADHD، الزهايمر، الإصابات الدماغية، كل دي فئات احنا بنشتغل عليها على الكلاريتي تشير. في بعض الأحيان بتبقى حالات في فروق ما بين الحالات، طبعا ما بتبقاش كل الحالات زي بعضها، في حالات بعد 6 شهور اتصلت بنا كان التقدم بسيط 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 لحد ما بقى شديد جدا جدا، والحمد لله الأم سعيدة جدا بالتطور اللي هي وصلت له دلوقتي، واحنا الحمد لله كل الحالات اللي جات لنا او معظم، خلينا دقيقين اكتر، معظم الحالات اللي عندنا النتيجة بتاعتها كويسة جدا 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 الحمد لله. ما شاء الله، واكيد ده بيدي امل للامهات اللي بيعيشوا عذاب وهم شايفين ولادهم مش قادرين يتعاملوا معاهم. ساعات الاسرة كلها بتتحبس مع ابنها او بنتها اللي عندهم مشكلة توحد. كمان المشكلة بتاعت الكبار في الأرق، في عدم الراحة، في عدم التركيز، الزهايمر، كل المشاكل دي بيحلها كلاريتي تشير اللي هتلاقوه موجود في المركز العربي الأمريكي للتكامل الحسي.